أهلا بكم مشاهدي قناة النهار في برنامج النهار تريندينج. دائما أهم ما يتداول في منصات التواصل الاجتماعي من أخبار مهمة. بداية الهاشتاج فاجعة جسر قسنطينة، بداية عددنا وبكل أسف سيكون بفاجعة أصابت سكان جسر قسنطينة بالعاصمة. انفجار غاز مطبوع بحريق تسبب في مقتل 3 أشخاص من بينهم طفل في 7 من العمر وطفلة في ربعها الرابع وامرأة، بالإضافة إلى إصابة 10 آخرين بحروق مختلفة. مشاهد تدمي القلوب تلك التي رصدتها كاميرا النهار في الميدان لحظة الانفجار وخلال عمل رجال الحماية المدنية على إنقاذ الجرحى وإخراج الجثث من تحت الأنقاض. نشاهد الفيديو الذي أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداوله. هذه الحادثة ولأنها كارثة وفاجعة جعلت والي ولاية العاصمة يتنقل إلى مكانها. نشاهد ننتقل وإياكم إلى أبرز التعليقات. في تعليق أول مشاهدينا، سلامات إن شاء الله والله يرحمهم اللي ماتوا والله يشافي الجرحى. ثاني تعليق معنا من إيمان، يا ربي سترك وعافيتك، ربي يرحم اللي مات ويشفي المصابين. ثالث تعليق مشاهدينا، لا حول ولا قوة إلا بالله، ربي يرحمهم ويجعل مثواهم الجنة والفردوس الأعلى يا رب العالمين. مشاهدينا كانت هذه أبرز التعليقات. ننتقل وإياكم إلى ثاني هاشتاغ، الشاب بلال. أخبار عبر منصات التواصل الاجتماعي مفادها تعرض الشاب بلال لحادث خطير تم تداولها بقوة على نطاق واسع. هذا البلبلة خلقت الحدث والجدل، وهو ما جعل النهار تتحرى عن حقيقة الخبر من خلال التواصل مع مصدر مقرب من الشاب بلال يلازمه خلال خرجاتها الفنية. وفي تصريح حصري خاص به النهار عن الحالة الصحية للشاب بلال وحقيقة تعرضه لحادث مرور خطير، أكد أن الفنان لم يتعرض لحادث مرور مثلما يتم الترويج له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأن الحقيقة تتمثل في خضوع شاب بلال لعملية جراحية على مستوى الظهر ويتماثل للشفاء في الوقت الحالي ولا يوجد خطر على حياته. هذا ونشرت قناة النهار عبر صفحتها في الانستغرام فيديو يوضح تفاصيل الحالة الصحية لشاب بلال. نشاهد وإياكم. نعم كلهم خلوين احنا شوف في دار الاوبراسيون انت اوبراسيون على لي ديسك على عنده دي ما ظهروا في شتي ساعه ساعه ظهروا في الفيزيون كان انت اوبراسيون عنده اون سيمان هي عندها سمانه من يديروها بصح الناس البارح وين سمعوا بها فهمتي اوتوماتيكمون راه تي سبيساليزي ان تي بي باسكو سي ديرني ديسك على هذا المكان تي با اوسي غراف 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 اي بيان اي بيان ترانكيل. مشاهدينا ننتقل وإياكم إلى أبرز التعليقات التي رصدناها لكم. في تعليق أول، طهور إن شاء الله. ثاني تعليق معنا، Je lui souhaite un bon rétablissement إن شاء الله. ثالث تعليق معنا مشاهدينا،
الله يشافيك، إن شاء الله عملية صعبة تتطلب الصبر والقوة بالله من أجل الوقوف من جديد والرياضة. آخر تعليق معنا مشاهدينا، سيما تقول ربي يشافيه ويعافيه، ونقول كذلك ربي يشافيك ويعافيك. مشاهدينا، وبهذا وصلنا وإياكم إلى ختام عددنا من برنامج أنهار تريندينج. السلام عليكم، دائما كونوا بخير.